لو سمحت كنت عاوز بس هسأل سؤال، وعندي حلم لو حضرتك يعني ممكن أنا لا تساعدني. أفسر الأحلام ولا الرؤى، قول سؤالك يا سيدي. هو عاوز أسأل عن بس فضل قيام الليل وصلاة صلاة الحاجة. وفي كان سمعت فيديو لأحد المشايخ من دار الإفتاء المصرية عن صلاة اسمها الصلاة التخريجية، يمكن حضرتك عارفها، أو الصلاة النارية. طيب تمام، ف يعني انا قمت بالصلاه الناريه، وكان هم مقررين العدد بتاعها اربع اربعات زي ما كانوا بيقولوا، طيب فانا قمت بالعدد بتاعها لحاجه في نفسي يعني اتمناها من الله عز وجل، ويعني قمت بالعدد. وبرضه انا كل يوم يعني بعد صلاه العشاء يعني اقرا الاذكار واقرا سوره الملك وانام، واقوم مثلا مع الساعه 4 العصر 4 الفجر، فاصلي صلاه للحاجة اللي أنا طالبها من الله عز وجل. فكنت عاوز أسأل بس يعني إيه أسباب التأخر في استجابة الدعاء؟ طيب شكرا. حاضر حاضر. أخونا الكريم بيقول لي فضل صلاة الليل. يا أخي أهل الليل هم أهل الله، أهل الليل يخلون بحبيبهم إذا نام الناس، أهل الليل في وجوههم نور يوم القيامة، أهل الليل صلاة الليل تشفع لهم وتحاج عنهم حتى تأخذ بأيديهم إلى الجنة، لأنهم جافوا النوم وتركوه وقاموا لله سبحانه وتعالى لا يبغون إلا وجهه. طيب أخونا بيسأل على الصلاة النارية، الصلاة النارية أو الصلاة التفريجية، كل هذه واحد دلوقتي يقول لي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح، ولكن هذه تجارب لمشايخنا ولعلمائنا فرجت بها هموم وقضيت بها حاجات، ولم يكتموا العلم في أنفسهم ولم يؤسروا أنفسهم بها فنشروها للناس من باب نشر العلم ومن باب نشر الخير ومن باب بذل النفع للمسلمين. طب اللي ياخدها ياخدها بيقين، مش ياخدها بمجرب، يعني ما ياخدهاش ان هو بيجرب، لا، ياخدها بيقين. قد تصيب معه وقد لا تصيب معه بس هيبقى المشكلة فيك. بلاقي ناس كتير قوي تقابلني، انت جبت قل هو الله واحد 11 مره دي منين؟ احنا ما نعرفلاش اصل. لا اقول والله يا اخي، الناس والله يعني جربتها، الناس عملتها. ما انا هقول لك اهو، والله يا اخي خذها من عبد قالها لك فجربها بيقين لعل الله يعطيك بها. الاقي بقى على رسائل عندي على الواتس، والاقي رسائل جايه لي مباشره، والله انا كنت عايز الحمل وقراتها ووظبت عليها واعطاني الله، واللي تقول لي انا كنت مديون. القصه القصه ان هي ما خدت شيء تستغيث به وتستلهف عليه، ما خدتوش تلعب مع ربنا ولا تجرب، دي خدته بيقين ودخلت على ربنا من الباب ده، فربنا أعطاها ومن عليها. طيب يبقى خدهم وأعطيهم، وأعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيأخرش دعاء أبدا، إنما ربنا بيستجيب في الحال لكل دعاء. إنما يا ترى بقى الاستجابة معجلة ولا مؤجلة؟ والاستجابة المعجلة وفق ما أردت ولا وفق ما أراد؟ عشان كده تاني وتالت ورابع بقول لكل اللي سامعني، لما تدعي اوعى تقل أدبك على ربنا في الدعاء، اوعى تقول له يا رب ارزقني عربية شوفرلي سودة واجيبها الساعة 2 بالليل فتجي عشان محدش يشوفني، تيجي عربية تاني تاخدك وانت حر، يعني صليت على الحبيب. لا، انما تدعي ربنا اللهم قدر لي فإني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار، وردني يا ربي بما تشاء وكيف تشاء. هو ده الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى.